بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن
ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري
تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. التوجيهات الدينية من العتبتين المقدستين: التحذير من تأخير الصلاة. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: والذين هم على صلواتهم يحافظون. عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله: يا أبا ذر، كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة؟ قلت: يا رسول الله، فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها. وقال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: ارتقب وقت الصلاة فصلها لوقتها. جعلنا الله وإياكم جميعا من المصلين المخلصين، ونسأله القبول كما نسأله أن ينصر مجاهدينا، ويرحم شهداءنا، ويعجل فرج وليه الإمام المهدي المنتظر. أرواحنا لتراب مقدمه الفداء بفضله وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد.